السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله وصباحكم بالخيرات. عندي لكم قصة طريفة ومفيدة في وقت واحد، بس ركز معي. ها، فقال أنت يا الشبل للقريد، وشو منيتك؟ وشو منيتي؟ من شجرة بشجرة وآخرتها مربوطة بمحطة بشبل. قال القريد للشبل: طيب وأنت؟ قال: أنا أكيد شبل، رايح أكون ملك الغابة، أستلم بدال أبوي وأبطش بالغابة ولا علي من أحد. قال القريد: تكفى يا الشبل، يطلب أنا خويك وأنا عشيرك وعشت أنا وياك سنوات ومنا، تكفى أبي أطلب منك طلب وإن شاء الله أنك تنفذ. قال: أبشر بعزك، ولا طلبت إلا واحد اللي بينفذ. قال: وشو؟ قال: أبيك تقول لأبوك تكفى إني أبركب فوق رأسه دقيقة وانزل. والله ما طول. قال الشبل: انتبه، ترى أبوي ملك الغابة، والله لو زعل ليعدم الغابة إعدام. قال: عاد أنا طالبكم منا. قال: خلاص، موعدنا بكرة الصبح. قال: نروح بكرة الصبح، أبوي توه أكل له غزال ومفطرين على هالغزال، ونقول له نطلبه، والله لو نجيه هو جوعان أقسم بالله لينتفكنا. عموما قاموا بكرة الصبح وراحوا للأسد، وللأسد من جضع جنبه غزال وتوه مفطرين على هالغزال وبهالعظيم. جاء الشبل قال: يا يبه. قال: آمر واطلب. وهالقريد: وش اللي معك هذا الشوكولاتة؟ ما تبين نحليه بعقب الفطور؟ قال: لا لا يبه، هذا خويي ودع. قال الأسد: أها، طيب وش الموضوع؟ قال: يا يبا، حنا طالبينك هالقريد بيركب فوق راسك دقيقة وينزل. قال: من هو القريد هذا؟ ويلتفت للقريد. القريد بلع العافية. قال: لا والله، والله يكذب، إلا بالعكس، أنا بك تركب فوق راسي دقيقة وتنزل. قام ويأخذون ويعطون من الكلام. قال الشبل: يا يبا، حنا طالبينك والموضوع كذا كذا. قال الأسد: خلاص أنا موافق، عشانك أنت يا وليدي، إذا جاب الليل يركب فوق راسي دقيقة وينزل. اتفقوا على انهم يجون بالليل ويركب فوق راس الاسد. ركب القرد فوق راس الاسد. قال لها الاسد بالليل: انزل. قال: مالي انزل، والله لا افعل واسوي ومن، وبدا يزأر منا. الاسد ما يقدر يمسكه، احنا راسه كبير. قال: اقول لا تهايط ولا تزعجني وبلا. بدا الاسد يزأر ويصيح، بس ما عندك احد. يوم جاء الصبح وقاموا الحيوانات، حيوانات الغابه عزكم الله، وشافوا القرد فوق. القرد فوق راس الأسد، بدأ الأسد يطلب الآن الغابة. لقى النعامة، قال: تكفين النعامة، أنا طالب تطلبة. قالت: حنا عندنا طريقة يا معشر النعامة. قالت: حنا إذا ذلينا نحط روسنا بالأرض، فأنت حط راسك بالأرض هو ينكتم ويطلع. حط راسه بالأرض، القرد فوق، ما في فائدة. قال: أنت ما تصلحين. راح ويلقى التمساح. قال: تكفي التمساح، تكفي يا أبو فم. قال: بطل عمرك، أنت دخل بالماء وخله يغرق ويطلع. دخل حط راسه بالماء، ولا القرد فوق. ألا فشلت خطة التمساح. ويلقى عزكم الأحمر. قال: مالها إلا أنت يا الحمار. قال: أبشر بعزك، عندي لك راي ما مثل. قال: وش الراي؟ قال: شفت ذيك الشجرة البعيد؟ قال: إيه. قال: تعال طاير طاير، اسقع راسك بالشجرة والقرد فوق راسك، أكيد إنه بينكسر راسه ويموت. هو يجيك الأسد مطربت مطربت، يوم جاء عند الشجرة ويحط راسه، يوم حط راسه والقرد يرجع شوي، هو يكمخ راسه بالشجرة. هو يقوم التفت للحمار، قال: مالت عليك انت وفكرتك يا حمار، يعني وش رايك؟ هذا اذكى ما يعني اشوف من ال- 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 الابتكارات. الذيب يمشي. قال: تكفى يا الذيب، مالها الا. قال: وانت مسوي لي فيها هياط ومزعج الغابه، اخرتها قرد قرد. لا وقريد، عجزت عنه. قال الذيب: انا بعطيك نصيحه وانت كيفك. قال: وشو؟ قال: عندك شله اسود؟ قال: عندي بالغابه اللي جنبنا. قال: طيب حلو. قال: حلو، رح يمهم، إن شافهم القرد وهو فوق راسك يدري إنه إذا وصلتهم والقرد فوق راسك راح يقطعونه تقطيع، وإذا كان القرد ذكي ومعه قلب وشافهم من بعيد درى إنهم أسود وربي إنه راح يفرك ولا يقعد في راسك. يوم راح للأسود وشافهم القرد، يوم شافهم القرد هو يفرك القرد لأنه شاف العلم الصحيح، شاف أسود. هذا كل القصة اللي أنا قلتها لكم، هذه مثال وخذوا. فالأسد اللي هو أنت، والقرد اللي هو الشيطان، والحيوانات اللي هم أصدقاء السوء، والأسود هم أصدقاء الخير. فمستحيل الشيطان إنه يكون فوق راسك إذا كنت مع الصحبة الطيبة اليوم أسود، الأسود اللي هم صحبة الخير. والسلام عليكم.